صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. دابا انا مرحبا بكم في القناه ديالي، راني ما قادرهش نهضر بالنعاس، ومع الخصافو ديالي زعما ديالي نسمي من السبت حتى الثلاث كتجي شويه صعيب، كيبدا اللسان كيتقال. راكم انا كما قلت لكم البوتاسيوم حتى هو راه كيدير قبل فينا، سيغتو انا شويه كان نفوت شويه. دابا جبت لكم واحد الوصفه ساندويتش اللي قلت لكم، انا اللي قلت لكم في لا فيديو اللي درت لكم هاد الايامات. انا نعطيكم الساندويتشات تبقى ديروهم في الدياليز، وساهلين، والمكونات موجودين في الدار اللي عندكم. انا قلت لكم ما كاينش شي حاجه غتكون صعيبه. هادو الصبانخ انا صيبتهم، وانا وريتكم كيفاش ديرولهم. هادو غادي نديرهم، ندير المقله. هنا المقله درت فيها الزيت والثومه، ها هي خليتها تصيب شويه تشحر شويه. ها هي شويه نزيد الصبانخ كيف تقلى، يتقلاو شويه، ياخذوا شويه، ياخذوا البنه مع الكونجين. والله ديالي ما قدرش نصيد، باردين، ومع البرد والله ما قدرش نقطعهم. المهم الحمد لله، على كل حال الحمد لله. هذه هي الوصفه، قلت لكم كما قلت لكم ساهله ماشي صعيبه. الانسان ضروري ديالي الزيت راه ضروري خاصو الماكله، إذا ما كليتش عرفتي السوايع كيدوزو عذاب، والسقفة من فوق، وغادي كتبقى تزيد السيروم يعني بحال ما غادي دير والو. أنا كنصح يدير الإنسان هكدا ويجيب سندويتشات بحال هادو بساطين، مكونات كلشي كاين في الدار. هادي بقاتلي من البارح، هاد لاصوص هادي فيها كفتة بقا والفلفلة شوية حيدتها، بقاتلي حيدتها خليتها حيدتها البارح خليتها ودرتها في طريصة بحال هكدا درت باش ندير بها سندويتش، وبقات لي الفريت حتى هي ها هي. علاش نضيع هادشي اللوح؟ وهو ساهل، غادي نخليه نديرو سندويتشات يجيني حتى زوين، وكيجي بنين صدقوني، والله كيجي غزال في الدياليز معايا ندوقهم كلشي. صريحة هادشي زوين عندك، هادشي زوين، كنقول مع شنو كندير فيه شكون ندير، يعني ساهل. غندير البزار شويه د البزار باش يتبنن، يتبنوا هاد الصبانخ مفيد. انا ما بغيتش ندير لكم مقادير لان ما عنديش الوقت باش ندير لكم المقادير هنا، اش غديروا واش غديروا. انا هادشي بالزربه لان باقي خصني نصب الغدا ديال عود الغدا باش نرجع ان شاء الله من دياليز تلقاه موجود. ما نقصش نجي من دياليز عيانه سخفانه، عاد نقص نصيب الكمون شويه كمون على حسب البنه ديال قلت لكم باش يتبنوا هاد الصبانخ. انت ماشي يدير وجد كلشي، وجد قبل ينوض شويه بكري، واخا الانسان في هاد البرد ما كيقدرش ينوض، ولكن بزز مني غادي نوض. خاصني ندير الغدا، خاصني ندير التحميره، ها هي تعطي اللوين. الملحه ما نساوهاش، ها هي الملحه اللي هزتها، سال الملحه واحد يدير القياس ديالو. يا صافي غادي نبقى كيف تقلى هاد الصبانخ اللي جبت من الكونفيراتور شويه باقا جله، لكن غادي تنطلق ماشي مشكل. داكشي قلت هادشي ساهل ماشي انسان ما عندي ما عنديش ما ندير ما كيقول لك ما كان عجز ما فيها شي ميصيبش ما فيها حتى حاجه. هادو كيوجدوا قاعده داك جوج دقائق ثلاث دقائق كلشي كيكون عندك، كلشي طايب. غادي يوجدوا الرغيف كيوجدوا ما فيهش العذاب. غادي ندير هادشي، وعندي بيضه
نجيب لكم البيضه. انا غندير بيضه حدا، كاين اللي بغى يدير جوج يدير جوج، انا كنبغي ندير غير بيضه مقيله صغيره بحال هكذا. اذا دابا اذا شخص واحد وبحال دابا هاد الوصفه هادي تقدر دير حتى وجبه الا كان بحال هكذا شرط لك بزاف، علاش لا ديرها ديرها ندير البيض نكثر البيض نكثر المقادير وندير مع شويه الفريت شويه الشليضه وتبارك الله هذا جا البركه. هيا خلات صافي تلقات مبقاتش منكم جلده، سمحوا لي راني بخير انا راه روحت نفتح لي الصراج هما الاولين. ها ما شتي كيفاش كيولا، ها ما نطلقو هما وجدو. دابا انا غادي نزيد هاد هادشي لي بقى من البارح، كاينه كفته فلفله بمطيشه راني نزيدها تا هي. باش قلت لكم هادشي ساهل، لي ساندويتش لي كندير ساهلين وكيجيو بنان، طيب كيجيو بنانين. غنخلط كلشي انا قلت لكم تقدر ديرهم باش ديرهم في اما في الخبيزات خبيزات ولا صغار ولا باكيت ميني باكيت، المهم لي عندكم لي عندكم ديروا فيه ديروا فيه عندكم حتى هذاك مسمن بلاك كيكون مسمن رقيق تقدر ديرها فيه وتنويها وتبريتيها في البانيني كتجي واعره زوينه. ها هي صافي يعني هادو تقلاو شدو خذوا حقهم في التقليه، اصلا ديجا كلشي طايب. غادي نزيد الفريت هيدا تجي من هنا، هاي نعاود نخلط خلطة هادشي مع الفريت تنسجم مع المقادير مع المكونات الأخرى صافي. و شوية و غنطفي عليها و نمشي نفطر بعدا هو اللولاني كما كنعرفكم ديما، وعاد نصب ديك الساعه الغدا ديالي ونمشي ان شاء الله لدياري. انا رجعت ليكم صافي ساليت، غادي هادشي راه وجد. غندير البيضه قلت لكم دير البيضه، اللي بغى يدير جوج يقدر يدير جوج، انا درت البيضه ضربتها ما ندير فيها والو غير ها هي تشدها غادي تكبها راه كتجي بحال الاومليت. صافي غنجيب طبيصل غنحطو عليها، ها صدقوني كتجي ساندويتش لذيذ بزاف كيجي غادي يعجبكم. ها هو غندير شتو ها كي داير بعدا ها انا غطيها بالتفصيل ايوا صافي. دابا هاني طيب ان شاء الله غادي نوريكم غنديرو في نديرو في خبيزه ونوريكم الشكل النهائي. يلاه خليتكم على خير، مع السلامه. انا وريتكم هذا هو الشكل النهائي، درت دايره جوج ساندويتشات باش نضوق ان شاء الله باذن الله، حيت كلشي تما اللي كندير هاد الساندويتش كيعجبو. هاد غادي نقطعهم بالموس وغادي ندير في هاد البوشيطه هادي، انا وريت لكم واخا تشوفها صغيره تبارك الله راه كتهز الخير. يلاه
كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد لي ساندويتش اللي كندير لكم. هادو كندير ماكش كندير معايا الدياريس، وانتم عندكم اختيار تقدر ديرهم في الدار تاكلهم في الدار ماشي مشكل. المهم هذا هو الشكل النهائي. ان شاء الله مره اخرى ندير لكم عود ساندويتش اخر. كنتمنى تدعموني ان شاء الله وديروا لي لايك، وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.